دايما مشرف ودايما شكله حلو، ودايما الناس سواء المصريين او العرب او الاجانب بيجوا يتبسطوا جدا. التنظيم دايما كالعاده تحفه. اللي بيحب يتفرج بيتفرج، اللي بيحب يحضر الندوات يعني في كل حاجه بتحصل. فمبسوط ان انا السنه دي موجود. يعني اسئله سريعه، يلا. تمام، ثلاث حاجات محدش عارفه عنها. سني لا بس يعني كله عارف سني. ثلاث حاجات ما يعرفوش، ان انا من بورسعيد، وان انا مولود في فرنسا، وان انا ثلاث حاجات تاني مش عارف، مش لاقي الا اتنين. مولود في فرنسا وان انا عندي 36 سنه. ثلاث حاجات بتخاف منها؟ الفشل، اهلي يحصل لهم حاجه، ان يعني القبول اللي لو ربنا مديهوني ما يبقاش موجود. لو هنرجع شويه كده لورا، وانت صغير كنت حد على بعض؟ في اي كذا حد على بعض؟ لا خالص خالص عمري، لا خالص. قفشتها كانت محرجه جدا. قفشتها كانت محرجه جدا. في حاجات بلاقيها تزويق الدروس وكده، اللي هي كنت فين في الدرس، اخش الاقي مثلا المدرس قاعد في البيت، يعني فاهم، حاجات كده بقى اللي هو قفشات كلها ليها علاقه بتزويق المدرسه. ومامتي كانت مدرسه في نفس المدرسه اللي انا فيها. ف ممكن حصل لك مع البارتنر بتاعتك؟ في حاجات ليها علاقه بين انا جيراني لغايه فتره قريبه كانوا فاكرين مراتي شبه شويه، فاكرين ان هي اختي، فكان بيتعاملوا معايا اختك طلعت، اختك جت، اختك كانت واقفه مستنياك عشان معاكش، يعني كل الناس بتفتكر ان هي اختي. اخر حاجه معاك من زمان معلقه معاك لغايه دلوقتي؟ حاجه ايه ليها علاقه؟ اي حاجه معلقه معاك من زمان بتعملها من زمان لغايه دلوقتي لسه بتعملها؟ من وانا في صغير بحب الحلوه والطحينيه، ولغايه دلوقتي لسه باكلها. شكرا جدا.